كورتواج كتخدموا تبارك الله يعني ربما في العيد. اييه اخويا. خويا كي داير السوق هذا العام؟ خويا السوق اش غنقولك هذا العام طالع بزاف. خويا الدرويش ليه الله فهمتيني، ولكن ما حد كاين هاد الحولي ديال الصبليون هو اللي كيرفق شويه على الدراوش. عندك 26 تعيد من 26 وانت غادي. كيفاش الثمن سمعنا خويا ديال الصبليون؟ خويا كاينه 26 هنايا ولكن راه كيلوت قلال، حيت هنايا راه كاينه 60 درهم بلا كرون، واللي بالكرون دايره 67 درهم، يعني الدرويش اللي بغى يصبر راه 25000 طالع 40000 غادي يعيد، اما اللي في الحواله ديال البلاد راه ما تعيدش بهذا الثمن. علاش؟ 50000 راه ما تعيدش. 4000 5000 الكيلو. ضروري 4000 5000 الكيلو. حاجه باينه. هنا 60 درهم. صافي الصبليون راه مرفق. فلسطين تما خصهم يعيدوا ان شاء الله يا ضروري والله يدير لنا اللي فيها الخير. بالنسبه للسردي شحال داير اخويا؟ السردي اش غادي نقول لك؟ ديما هضر على 130 والفوق. 130000 ريال والفوق. رانا انا ملي خدام هنا في السوق دابا خمس ايام عمري ما زدت شي سردي مثلا تقول ب 60000 ريال ومليح، ما كايناش ما كايناش. المليح الا بغيتي سير للصبليون الكيلو، السردي راه ما تلقاهش. ها باش نقول لي انا درويش انا منهم كنشري ب 50000 ما لقايتش 50000. 50000 تاخذ لك شي حاجه شعليه؟ غا خليت بها الصبليون اخويا 40 كيلو ولا ما عطينو 40 كيلو هي طلعت عليا ب 50000. الله يعمر ليها الدار وبخير، وانا ديتها لوليداتي والله ما كديت نطلع على السطح. سمعنا والو هذا العام اخويا راه لا اله الا الله محمد رسول. كنا نهار العيد كندورو خمس ايام كتجمع فيها 10000 في النهار، كتوصل نهار العيد كتشري حوالي ب 40000 وكتشري ديك 10000. دابا والو دابا ليسانس ومازوت وراه الله يدير اللي فيها الخير. راه السرك دايرين لنا في الباب، خاصك تخلص مهنة مهنة ما يخليوش توقف في الباب. وراه حنا معاودين اخويا مع الدراوش، انت كتشوف كل شيء، كتجي تضرب دور حدانا هنا وكتشوف راه الله لينا وصافي. انت الدرويش انت دور شوف الدرويش سي الدرويش باش معيد. السلام عليكم عواشر مباركة، الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة وطولة العمر إن شاء الله. احنا خدامين في الرحبة ديال أناسي، تتعاونوا مع الدراويش وتعاونوا معنا حتى حنا تريبورت وراج هوندا صحاب الكرارة صحاب القنبة كلشي واكل الخبز الحمد لله. كيفاش جاك العيد اخويا؟ الحمد لله هذا العيد واخا كاين شوية الغلا الحمد لله السلعة ديال الصبليون تاهي راه فيها المنفعة، دخلات تاهي وصوفات ولاد بلاد البوفرية تاهما تصوفا وكلشي زوين، والبهيم والبهيم تاهي كاينة وكلشي عايد إن شاء الله. اللي ما قدرش على البهيم ديال البلاد عندنا راه كاينه ديال الصبليون راه مرخوفين، حتى حنا راه غادي ان شاء الله نعيدوا من ديال الصبليون ان شاء الله وربي كبير ان شاء الله. نتمنوا العام الجاي ان شاء الله شحال داير والبرقي شحال داير السردي والبرقي العام داير الثمن هما راه دايرين العلف 140 و 100000 الفوق 5000 درهم الفوق، الصغير راه داير 70 80 ماشي في المتناول ديال الدراوش ولكن شويه هوك وشويه هوك الناس ياخذوا السوق تاع على فيه العافيه خويا. تبقاو حتى ل 11 تبارك الله وصل عام ب 12 ديال الليل تبقاو، والكاميوات راه تبقاو يدخلوا تقريبا حتى الربعة الصباح 5 الصباح تبقاو يدخلوا. سمعنا بلي السوق شاعله فيه العافيه. شاعله فيه العافيه كاين الشياط اخويا، كاين الكبير الكبير داير الثمن والصغير داير الثمن. السوق يبين لك كل شيء. انت السوق يبين لك تسمع الكبيره 140 150 130 120 والصغير تسمع 70 والفوق الدريويش اش ياكل مسكين.